اليوم معانا احسن موطور تقدر تشريه بدون رخصه سياقه مع الشركه ديال السيماتي، اللي هو السيماتي البواق موديل 2025. اي يا سيدي، السيماتي غادي تخرج لنا كوب كاتريام وبدون رخصه سياقه، وما بين احسن المطار دابا اللي تقدر تشريهم في هاد لاغام ديال الكوب، اللي كيجينا بمواصفات العاليه وبثمن ديال الدروج، وغير بمليون وشويه غادي تشري هاد الموتور جديد وغارونتي من الشركه ديال السيماتي. اول مواصفات اللي كتجينا فيه خطيره واعره هو الديزاين ديالو الخطير والشبابي، زيد عليها عندنا البلاستيك ديالو ABS ما كيتهرش، ليكليراج فول ليد، كيجينا البابول ديالو بهاد الضحيكه، وزيد عليها الحاجه الواعره هو على انه كيجيب لي كاشمان والباد بريز، بواحد الكوفر اللي كبير اللي تقدر تهز فيه داكوم كامله. اجي نكتشفوه كاملين. الكوفر ديالها سيادنا ما بين اكبر لي كوفر اللي تقدر تشري في هاد لاغام ديال الكوب، اللهم بارك. زيد عليها الكونسوماسيون اللي ما كتاكل والو، فريمون ما كتاكل والو، غير كيشم هاد الموطور. استعملته واحد اليومين وصراحه صدمني من ناحيه الكونسوماسيون، بحال انه ما كياكل والو. اجي نشوفوا الكونتور ديالو اللي خدموه، وكيطلع لك كاع لي زانفورماسيون اللي تقدر تحتاج. يدي السويت ديالو هو هذا، كيجينا بهذا الشاكما سيلونس. بسم الله بركات الله، تيستيو هاد الموطور نشوفوا علاش قد كيفاش داير وسط المدينه. اول حاجه خص تكونوا عارفينها هي لانه التيست غايد غادي يكون هاد المره دو بلاص، باش نعرفوا الموطور علاش قد. اول ملاحظه هي لانه الجلسه فيه مرتاحه. الموطور اللي كان تيستيو دابا راه سيكوند، يعني من بريباري ما والو، كيما كيجي كيجينا ديجا سيكوند. كما عارفين دابا الناس ما بقاوش باغيين بريباري، ولاو كلهم باغين غير سيكوند، حيت ولات الحمله الناس ما بقاتش قادره على انه تبريباري. داكشي علاش السيكوند دابا هو اللي خدام، و الا ما كانش الموطور تيلونسي مزيان وهو سيكوند راه ما عندك ما دير به. كما كتشوفوا على انه الديبار ديالو اللهم بارك في التوب بلاص راه ناضي، وغنشوفوا ان شاء الله اذا كتاب حتى التوب سبيد ديالو سيكوند او دو بلاص. السيد ديالو كيبينو مزيان، والباد بريز ما كتوصلش ليا الريح، يعني ما كنحسش بالريح في صدري، حاجه اللي مزيانه. كيجينا بهاد الكارينات هادو بحال ديال الاس اش، كما كتشوفوا على انه غادي ب 70 دابا تقريبا دو بلاص، والموطور باقي غون فلاص ديالو ما طلعش كامل. غادي نحاول على انه نفوتو الفيوز ان شاء الله ديك الساعه فواحد الطواله، ونتيستيو التوب سبيد ديالو شحال يقدر يوصل دو بلاص. قبل الطوله اذا كنت عندك مشكل ديال الطوله سواء قصير او طويل ما تعانيش، حيت تقدر تحط رجليك واخا تكون قصير، ولا كنتي طويل عندك ليسباس فين تقدر تطوي رجليك مثلا. هذه حاجه اللي مزيانه. بالنسبه للدري اللي راك موايا فراه ما مديرونجينيش، يعني السياج ديالو كاين فيه ليسباس، واللي اكتشفت صراحه هو الكونسوماسيون، بعدا ما كياكل والو، ركبه مرتاحه، ديبار ديالو زويون مقارنه مع سيكوند، والله الا مخير ديال بصح. هانتوما كما كتشوفوا على انه راه تقريبا غادي تسدى 60 70 دو بلاص عادي. بالنسبه للثمن ديالو حاليا هو 11000 درهم و500، اي ها سيدي ما بين ارخص ليكوب اللي تقدر تشري. راكم عارفين دابا السوق المغربيه في حاله د لاكام د الماطر بهاد الكاليتي غادي تلقاه غير اقل حاجه واحد مليون و40 مليون و50 مليون و60، يعني الثمن ديالو مناسب ديال بصح ولا كامله. وانا غادي ملونسي، هاي دابا وصلت ل 75 كيلومتر في الساعه، شوفوا واش تقدر تزيد 76، يعني اللهم بارك سيكوند دو بلاص يقدر يوصل لك ل 76. اي يا سيدي دخلوا به دابا وصل لدينا وشوفوه على سقاد عاوتاني وصل لدينا. بالنسبه للكونسوماسيون ديالو الخوت راه 2% ولا سيونس هي اقل اسيونس كاينه في الماطر. راكم عارفين هذا الموطور 49 في الماكينه، يعني بلاكه صغيره. لا سيونس ديالو غير 400 درهم 3 شهور. الطور ديال التراوش اللي تقدر تستعمله وسط المدينه والويكاند مثلا، طبي شي طاجي برا المدينه ما عندك مناش تخاف. الموطور فيتيس سنسله ما عندك مناش تخاف منه، فين ما بغيتي تمشي به تمشي به. تيستيو دابا الديبا ديالو عاوتاني سيكوند كما قلت لكم دو بلاص. هانتوما دوزيام دابا، اللهم بارك، هي طوازيام مكانش وصل لستين.
ما بالك 70 دغيا تتلونسيها. سير اخي 77 عاوتاني، هاي وصلت 77 78 79. اللهم بارك طوب سبيد ديالو زوين. انا وصلت حتى 79 كاع باخر، وهون بوين كندو بسلاسة. زادوا عليه واحد القضيه اللي واعره، هو انه الكونتاكت ديالو خدموه بحال ديال الطوموبيل، جانا بواحد ديزاين اللي واعر. بالنسبه للباليز ديال اللور راه ما كتجيش معاه، غير الا بغيتي تزيدها ديجا فيه واحد الكوفر اللي كبير، ولا ما قدكش داك الكوفر اللي كبير وكان عندك مثلا خاصك فين تهز شي حاجه بحال خدام به في ليفريزون ولا هذا، تقدر تزيد شي باليزا. بالنسبه للتقييم اللي غادي نعطيو لهاد الدراجه وهو 10 على 10، بحيث على انها الثمن ديالها زويون ديال الدراوش، موطور صحيح اقتصادي 50. الجهد ديال الدراوش، انسان باغي يخدم بيه ولا باغي يتبلاصا بيه وسط المدينه يمشي بيه للخدمه يقدر يشري هذا الموطور، الثمن ديالو مناسب، واللي بغاه دابا راه ديسپونيبل في جميع المدن المغربيه. لاي تساؤل مرحبا بكم في الانستغرام ديالي، ها هي الانستغرام ديالي، كنحاول انه نجاوب كاع الميساج ديالكم، خليو ليا تما الميساج كامل مكمول غادي نجاوب عليه ان شاء الله. تحياتي لكم السوبر بايكر، نتمنى الفيديو تكون عجبتكم ونكونوا شفنا هذا الموطور علاش قاد. تحياتي لكم السوبر بايكر. تشوز.